هلا ممكن اخذ لهاي المعادله ولنبسطها، خلينا نبسطها ونعيد ترتيبها. بتصير عندي هلا هاي رو في كابيتال سي دي تي على تي تساوي دبليو سي تي ان ماينس دبليو سي تي زائد كيو. حلو للتي على الجهه هاي، بصير عندي رو في كابيتال سي دي تي على تي بلس دبليو سي تي بتساوي دبليو سي تي ان بلس كيو. عندي هون هلا راح اخذ لابلاس ترانسفورم للجهه هاي، فبصير عندي رو في كابيتال سي اس زائد دبليو سي مضروبه في تي كابيتال تي اوف اس، مزبوط هيك؟ فمشتق. وانا فرضت هون ايش كمان فرضت؟ لما اخذت هون انا مفترض هون انه تي اوف زيرو زيرو الانيشال كونديشن، اذا ما هذا لازم اطرح مش هيك؟ وهاي تساوي الان هلا هون القرار بدي اقرر شو بدي اعمل. اعتبر انه تي اي بتتغير ولا اعتبرها كونستنت من ما لا نهايه ماينس لبلس. هلا مثلا ممكن اذا بدكم هذا هو بصير من فهمك للبروسيس، افترض انه دبليو كونستنت واعتبر انه تي ان ممكن يكون متغير وممكن في له ستيب فانكشن كديستربنس، مش ممكن ديستربنس بس اي ستيب فانكشن. شو يعني تي ان يكون انبوت او ديستربنس او ستيب فانكشن؟ يعني انا مثلا ماشي الموديل تبعي وتي انبوت مثلا درجه حرارتها 23، فجأة تغيرت من 23 ل 30 درجة. هلا هذا مش أنا إشي يجي دخلته، بس هو دخل عندي ديستربنس من برا، بس شكله كيف دخل؟ مش رام ولا بارابولا، دخل ستيب فانكشن. إذا إذا بدك تعمل هيك، وأنا راح أفرجيكم مثال في السيميلينج، راح أجي أقول كابيتال تي أي أوف إس بلس، هذه طبعا واضح إنها إنبوت كيو أوف إس. أوكي؟ هاي راح أحطها عادي كيو أوف إس من هون. هلا صار عندي هي هون فانكشن اوف اس، هي هون فانكشن اوف اس، وعندي هون فانكشن اوف اس، وانا فرضت على فكره هون حتى نكون واضحين بدك تحط لي اياها بالامتحان ولا رح تخسر عليها علامات. ايش بدك تقول؟ واذا كانت سكند اوردر ايش لازم كمان تقول لي؟ مشتق. اوكي؟ اذا هلا انا ما بحبش الكابيتال تي هاي، احنا اصطلاحنا دائما بنستعمل في التايم دومين ايش؟ لور كيس. واللابلاس ترانسفورم بالفريكونسي دائما بنستعمل، يعني كان الاحسن مثلا احنا بس هون راح تصير عندنا لخبطه ما بين التمبريتشر لور كيس والتايم لور كيس. اوكي فاهمين؟ احنا عاده لما بناخذ اللابلاس ترانسفورم بنحول من لور كيس لابر كيس. اوكي؟ هلا هذا المفروض عملتوه في الموديلنج اند سيميليشن، مظبوط؟ شو صار عندي الان هلا؟ صار عندي هلا تي اوف اس بتساوي راح اقسم البسط والمقام وكل شيء على هذه الكوانتيتي اللي موجوده هون، فراح يصير عندي هلا بتساوي تي انبوت اوف اس عندي هون فوق دبليو سي مظبوط، وتحت عندي هون رو في سي اوف اس زائد دبليو سي. هلا سي ممكن اشطبها هون مع سي واشطبها هون مع سي مظبوط، فبصير عندي هاي. واذا مين بدكم كمان ممكن نقسم على دبليو، هاي حلوه انه نقسم على دبليو، هلا بتشوفوا ليش، ونقسم هون على دبليو. نعم تمام، شكلها حطيناها بشكل الفيرست اوردر كي وتاو، واحنا بنحب هذا الشكل مباشره بامكاننا نفسر اشياء معينه فيه. فرو في على دبليو شو صارت؟ تاو. وحدتها لازم تكون وحده زمن سكندز او مينتس حسب الهاي. اذا هاي كانها ترانسفير فانكشن بين مين ومين؟ بين الديستربنس والاوتبوت، زائد عندي كيو اوف اس راح اعمل فيها نفس الشيء، بس لاحظوا وحده كيو اوف اس مش نفس وحده تي، فلازم يكون في عندي شيء فوق حتى يصحح الوحدات. هون الوحدات ما في حاجه للتصحيح لانه هاي وحدتها تمبرشر وهاي وحدتها تمبرشر، شو طلع معي هون؟ واحد. بس هون راح يكون في عندي تصحيح لانه هذه درجه حرارتها تمبرشر، وهون درجه عفوا اليونتس تبعتها هون كلفن او سلسيوس، وهاي جولز بير سكند او واتس مظبوط، فلازم يطلع معي شيء يصحح الوحده، واللي هو بالحاله هاي يكون عندي واحد على لما نقسم على دبليو سي ببين رو في سي اس زائد دبليو سي، مش هيك؟ لما بقسم الان على دبليو سي البسط والمقام بصير عندي البسط ايش هو؟ واحد على دبليو سي، فعم بقسم وحدات جولز بير سكند على وحدات دبليو سي. ايش وحده دبليو سي؟ هي كانت كيلوغرام بير مينت
مضروب في specific heat capacity. هاي بتصحح الوحدة، بتصحح لي من وحدة joules per second أو watts إلى وحدة temperature. وهون قسمنا على هاي اللي رح تصير واحد عندي مظبوط، وهاي رح أقسمها على WC، فبتصير هاي على W. لاحظوا على فكرة البول تبع هاي والبول تبع هاي نفسه، عمليا الترانسفير فانكشن تبعت هاي والترانسفير فانكشن تبعت هاي نفسها، مش هيك؟ مش لها نفس التايم كونستانت، بس اللي اختلف الكي حتى يصحح الوحدات. وبعدين عندي هون هاي كيو اوف اس، هاي الترانسفير فانكشن تبعت هاي. طبعا اهملنا احنا هون الانيشال كونديشن تبع تي اوف اس، لو ما بدنا نهمله بدي اضطر احط كمان تيرم وانا للتيرم هذا من هناك لهون عشان ياخذ بعين الاعتبار الانيشال كونديشن اللي موجوده. هلا اظن هذا بيطلع معي كونستنت، لو كانت تي او انبوت اوف اس ما بتتغير لا من ماينس انفينيتي لبلس انفينيتي نفس القيمه، راح يطلع معي كونستنت هون. كله راح يعمل الكونستنت هذا راح يعمل شيفت. هلا هون هاي اذا كانت ستيب فانكشن كيو اوف اس شو بتحب احط محلها؟ واحد على اس، واذا كانت رام بحط محلها واحد على اس سكوير وهكذا، او نص واحد على اس سكوير، بتعود وبتطلع. وبعدين شو بنعمل؟ بنعمل انفرس لابلاس ترانسفورم، اللي هو كل اللي كنتوا تعملوه في الموديلينج اند سيميوليشن.